طريق المجد مش سهل أبداً. اتمرن، خاطر، دافع، تفوق على نفسك. مش مهم إذا اللي قدامك أقوى منك أو أسرع منك، المهم ما تخلي الخوف يتملكك. اتدرب كأنك ما بحياتك فزت، وبارز كأنك ما بحياتك خسرت. مرحبا، نحن اليوم موجودين بالاتحاد الأردني للمبارزة لنتعرف أكثر على هاي الرياضة، ورح يكون معنا لاعبة المنتخب الأردني بترا العساف. هاي بترا. أهلا ربك، كيفك؟ الحمد لله تمام. أنتي؟ الحمد لله ولسه. بترا، تخبرينا أكثر عن رياضة المبارزة. تمام. أول إشي بحب أشكرك إنه صراحة حبيت أتسلط الضوء على هيك رياضة. هلأ المبارزة هي رياضة كثير عريقة، هي فعليا رياضة أولمبية بس مش كتير معروفة في الأردن، ولكن يوجد اتحاد أردني للمبارزة والحمد لله عنده إنجازات كثيرة، منها عربيا وغرب آسيا، وفي عنا آسيا سواء كانت أنا على سعيد الفردي أو على سعيد الفرقي أو على سعيد الشباب الصغار. هلأ رياضة المبارزة هي رياضة فردي وفرقي، أنا عشان هيك صراحة أحد الأسباب إني قلت رياضة المبارزة إنه فيها فردي وفرقي، واحد بلعب فردي وبلعب ضمن فريق. هلأ المبارزة فيها أكثر نوع من سلاح، في سلاح الإبي، في سلاح الفلوريو، في سلاح السابر، طبعا كل واحد منهم بيختلف، والحلو منهم إنهم بيختلفوا بالشكل وبالوزن وبالأولويات وبالأهداف تاعهم. بدي أحكي عن سلاحي أكثر، هو طبعا سلاحي المفضل اللي هو سلاح الإبي، أنا تخصصت فيه من زمان، اللي هو السلاح اللي لعبنا فيه هلأ. لعبنا فيه بالضبط. طبعا هذا الإبي صلي تقريبا بلعب فيه 9 سنين. الإبي هو الهدف تاعه كل الجسم، بيشمل الماسك اللي هو القناع بالإضافة إلى البدلة البيضة كاملة بالإضافة إلى الشوز الحذاء، هذا يكون التارجت تاعك. فأنت بدك تكوني بدك تهجمي على كل الجسم وبنفس الوقت تدافعي على كل الجسم تاعك. هذا بالنسبة لسلاح الإبي. في سلاح السابر، سلاح العربي، هو شوي بيكون فيه سرعة وفيه زي ما نحكي شوي أتفش زي ما بيحكوا. الفلوري فيه أولويات كمان، مين بهجم أول، والأهداف طبعاً تختلف. إيش كمان في مبارزة؟ طبعاً في مقولة كثير صراحة يعني قدوتي في الرياضة هو المدرب تاعي أنس الكايد، هو الأشرف علي وسبب كل المداريات اللي جبتهم. كان دائماً يحكي رياضة المبارزة بدها لاعب يكون مخه لاعب شطرنج، وإيده لاعب تنس، وبالنسبة للقدمان لاعب كرة قدم، وأصابع إيد جراح، دكتور جراح. واو. فأظن هذا المثل بيشمل، أقدر أحكي لك إيش قد إيه المبارزة رياضة دقيقة وبتطلب كتير تعب وجهد بدني طبعاً، وذهني كمان، لأن رياضة ذهنية ورياضة جسدية طبعاً، لأنه فيها كتير استراتيجيات. طب بترا، من أي عمر بقدر الواحد يمارس هاي اللعبة؟ من أي عمر طبعاً، نحن دائماً بنفضل الصغار، يعني إحنا عندنا فريق كتير كبير نشرف عليه الكباتن هنا، ببلش ما فيش عمر يعني محدد، بس إنه يكون الطفل واعي إنه مثلاً هذا السيف ممكن يأذي، يكون بس يميز إنه بيقدر يلعب، مثلاً في عندنا 6-5 سنين بتخيل هذا العمر ببلشوا من عندنا فيه. طبعاً الحلو بالمبارز إنه هي فئات عمرية، يعني نحن نلعب تحت 20، تحت 15، فئات عمرية، وما في مثلاً أحكي لك إنه مثلاً والله عمر 40 سنة فيش تلعبي، لا لا لا. بالعكس مفتوح. المبارزة مفتوحة. واو. والإشي الحلو كمان، يعني أنا بشوف حالي في هذا الإشي، يعني في بطولات ل50 سنة فما فوق، بيكون سينيرز السينيرز، بدل بيكون ناس الكبار بدلوا كمان يمارسوا رياضة المبارزة. فترة، تحكي لي أكثر عن إقبال البنات لرياضة المبارزة. هلا طبعا زمان ما كانتش كتير الرياضة دارجة يعني كمبارزة، بس حاليا عندنا طبعا بنات في فريق تاعي، في كتير إقبال على رياضة المبارزة من قبل البنات. حلو رياضة المبارزة شوي رائعة، بالعكس أنا بشوفها كتير رياضة بتناسب البنات. زي ما بحكي لك ناس بتخاف من ناحية الأمان إنه سيوف وما سيوف، بالعكس هي يعني كومبليتلي سيف، كتير آمنة، وصراحة بتناسب أي بنت خلينا نحكي، وبالعكس بتقوي من شخصية البنت. أنا يعني بدي أحكي عن حالي صراحة، مبارزة كتير قوت من شخصيتي بطريقة تفكيري، حتى مثلا المبارزة فيها هجوم فيها كذا، بتخلي الواحد يصير عنده انضباط وثقة بالنفس أكثر كتير طبعا. الواحد لما يصير يفوت بطولات ويصير يعرف كيف يسيطر على حاله، هاي كتير بتساعد الأشخاص. أنت شخص رياضي أكيد تعرف قديش الرياضة بتأثر بشخصية الشاب أو البنت، بس تحديداً في البنات أكتر يعني. بس تعرفي كمان يمكن بخافوا من هاي الرياضة لأنهم مفكرين السيف الإبي إنه هو
بوز من قدام فبيجرح وممكن يكون خطير لهم. فلو يعرفوا اكثر عن هذا السيف وقديش انه السيف وما في انت جربتيه وشفتي ما فيش مجال ان الواحد ينأذي منه لا سمح الله. طب احكي لنا اكثر عن انجازاتكم كمنتخب الاردن. يعني بدي احكي لك صراحه هذا كثير شيء ببسطني يعني احكي بفخر سواء كنت انا اللي جاب الميدالية او اي حدا او اي صبيه اردنيه او اي شاب اردني بالاتحاد المبارزه جاب ميدالية. صراحة بدي أحكي لك نحن عربياً الحمد لله يعني عنا بدايات كتير سواء أنا أو الفريق تاعي أو نحن بنعرف عن إنجازاتك لو ومبروك ألف مبروك على آخر إنجاز إليك بس قديش هذا الإنجاز الفردي بيأثر على الإنجاز الجماعي اللي صار عندكم بالمنتخب؟ هلأ كتير حلو مظبوط يعني بدي أحكيك شغلة كتير مهمة. هلأ الحلو بالمبارزة أول شيء نحن نلعب فردي حلو وعلى الترتيب الفردي بيرتبونا عشان أساسه الفرقي فالفردي كتير مهم بيأثر على الفرقي. نرجع لموضوع الميداليات. هلأ في كتير عندنا ناس بالاتحاد جابوا ميداليات لأنه إحنا فيش حدا لاعب منتخب ما حصد ميدالية عربية أو بغرب آسيا أو في بطولات آسيا سيركت بيسموها تاعت الصغار. ففعليا فريق الكادت والجونيور في ميداليات عم بيجي عندنا والحمد لله عم ننجز وطبعا مراكز بيجيبوا مراكز بالضبط. والحلو إنه الموضوع ما بيجي بيوم وليلة ما في إنه والله الواحد يصحى يكون بطل. واحد بتعب وبتمرن ومرتين بيكون في صعب توازن بين الجامعة وبين الشغل. في ناس عندنا بيشتغلوا وفي ناس خطبين وبتمرنوا وفي ناس مثلا زي طلاب جامعة بدهم يلحقوا بين الدراسة وبين المبارزة. بس مع كل ذلك الحمد لله عم ننجز وهلأ عم نشتغل أكثر كل مرة بنكبر الهدف تاعنا مثلا عربيا مثلا غرب آسيا آسيا طوكيو يعني بصير تكبر الأهداف وإن شاء الله مع الشغل الأولمبيات إن شاء الله يا رب إن شاء الله بنشوفك بالأولمبيات بترا وإن شاء الله نكون شجعنا كل حد على هاي الرياضة رياضة المبارزة وإن شاء الله نشوف في إقبال أكثر من البنات بالأردن على المبارزة. شكرا كثير لك بترا ثانك يو لك ربك ثانك يو لك وعلى ومبروك كمان مرة على الإنجازات تبعونك الله يسعدك.